السلام عليكم الإخوان. الجمعة، اليوم الجمعة 14 في شهر جويي 2018. درت شي فيديوهات الصباح، درت شي فيديوهات الصباح مازال ما نشرتهمش. كنعبر على لا كولير ديال الناس اللي شادين البلاد، بلادنا. انا تنظن ما قادينش على ديك البلاد. شو الشين والغوفرنمون ديالهم، عندهم مليار ديال البشر وكيفاش حركوها. حنا عندنا شحال، حنا كنقولوا 32 مليون، راه كنقولوا 32 مليون، ما كنظنش عندنا 32 مليون. انا كنظن عندنا 28 ولا 27، لان هذاك الوقت اللي كنت انا كانوا كيقولوا 25 ولا شحال هادي. انا باش خفت 30 عام، انا ما كي تزاد 10 المليون ديال البشر في 30 عام ما يمكنش. على كل حال هذا فيديو اخر نقدروا نناقشوه عليه مره اخرى. باختصار بغيتكم تشوفوا معايا واحد الفيديو ديال واحد الناس اللي تصب عليهم، وفيهم الناس اللي هما ساكنين في المغرب، وفيهم شي جانية مساكن، بعض الناس اللي هما جاوا من السويد ومن اوروبا. بغيتكم تتابعوا معايا هذا الفيديو هذا. وانا كنصح الناس ديال اوروبا والناس اللي في امريكا وداك الشيء، الا بغيت تشريو ما تشريوش على حسب ديك البلاك اللائحه. اولا خصكم تعرفوا نتوما عايشين في اوروبا وما كيفاش كدار بكم. اولا خاصك تشوف الرخصه فيها النمره، فيها الماتريكول ديال الانتربرونور. خاصكم تسولوا وديروا بحث، خذ النمره، خذ الرخصة وعمل بحث، عمل شكون هاد السيد، شكون الانتربرونور، واش هاد الشركة اللي كتبني واش عندهم انجينيور سيفيل، واش هاد المشروع داز على طريق ديال انجينيور سيفيل. لان اغلبية عندكم تما في المغرب ما كيعرفوش كاع الانجينيور سيفيل شنو هو. ما كيعرفوش الانجينيور سيفيل راه مهم، راه هو اللي كيدير القوام، هو اللي كيدير الاقامة. شي القامينة اللي كتصاوب القامينة، قبل ما كتصاوب القامينة كيدير الاقامة ديالها، شحال ديال التحميره غدير، شحال ديال البصله غدير، شحال ديال الماء غدير، وشحال ديال البزار غدير، وشحال ديال اللحم غدير، وشحال ديال البصله. هذا هو الانجينيور سيفيل، هذا هو الدور ديالو في المبني بحال هاد المسائل هادو. ومني تتكون شركه عندها الانجينيور سيفيل، عاد الانجينيور اونتربرون ديال الكونستركسيون داكشي، هذيك كتكون جاري شركه كتكون يعني بروفيشنال، هذه تقدر تعول عليها. وثانيا خصكم تبحثوا على شكون هاد واش هاد السيد هذا اللي كيبني، واش عنده خبره، وفين هما المشاريع اللي بناو. وعطيكم لادريس ديال المشاريع اللي بناو، تمشيو للسكن اللي بناو وشوفوا السكنه كيفاش مبنيه وشحال باع عليكم وكيفاش تعامل مع الناس. خاطكم ديروا مشروع، نتوما فلوسكم في جيبكم، اش كتشريو؟ اشريو تديروا بحث، اسربكم. على كل حال تابعوا معي انا هذا الفيديو هذي. والله العظيم لا حول ولا قوه الا بالله العظيم، لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. دازت هذيك السنتين كنلقاو يلاه طلعت شي حاجة في المشروع، شي لاخر ما تبناش، بدات الفوضى، دار واحد الجمع العام. بلاتي نبداو، بعدين نشوف هاد الدري هذا اللي مسكين اللي جا مع والديه، من السويد. هاد الطفل الصغير اللي كيتمنى يرجع لبلاده، اللي عنده أمنية، حيدوا ليه ذاك الحلم. يعني خربوا ليه هاد الناس هادو ما كيفكروش نهائيا. ما عندهمش النقطه ديال الحنان ولا ديال العطف ولا ديال الاسلام، والله ما عندهم. بالله تصنت لهاد الدري هذا، تصنت. عاد غادي ندخلوا حنا في الموضوع ديال يعني البراءة وحب الانتماء الى الوطن. تصنت. من انا كنت في السويد قالت لي ماما غادي نجيو المغرب، هي وبابا كانوا كيخدموا، خداو فلوس باش يشريو لينا الدار، وهذا باش دابا كنسكن عند ميما ديالي. قالت لي ماما دايما في عام كتقول لي غالي غادي نجيو المغرب، تشوف الدار موجوده. كعيط ليها واحد المره كتقول ليها الدار ما تجيو المغرب، تقال الدار موجوده ودابا ما تيش حاجه سهله، وكراج فيهم ما دار فيهم بزاف ديال التراب. ومن جيت لقيت الدار هكا، ما كنتش باغي انا نسكن هنا.
وقالت ودابا باغي انا الملك يعاوننا باش يتصيب الدار ويهضر معاهم باش الدار يتصيب. هما قال ما كيخدموا دغيا كيمشيو بشويه. من انا كنت خص 5 ودابا انا 10 باقي ما سالاوش. اغلبهم من الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج، ضحايا وداديه سكنيه بجماعه المنصوريه ببن سليمان، استنفذوا كل السبل والطرق ولم يبق لهم الا الاستنجاد بجلاله الملك من اجل انصافهم واسترجاع حقوقهم ومحاسبه ومعاقبه المسؤولين عن هضم حقوقهم. رجع معكم في هذا الموضوع. شفتوا هذا الدري هذا الحلم ديالو مشى، هذا غير كمثل، هذا الطفل هذا مثل، غير مثل، غير مثل. ما اطفال هما تشردوا ومغاربه مساك الليل الحلم ديالو مشى، كنت فيهم كنت فيهم من الصغر ديالهم كنت فيهم، ما تيبقى عندهم لا حلم لا شعور الوطن لا والو. وهادو الدراري مخلقين، انا ما كنهضروش على الدراري اللي مساك الليل غادي يطلعوا مجرمين ومن بعد نزلوا عليهم مطرقه في المحكمه نوصفتهم ب 20 عام 30 عام 40 عام ونقولوا مالهم، ما كنت علاش خوتي، ما كنت علاش خطفتي، ما كنت علاش درتي، ما كنت علاش كذبتي. كاينه اسباب، كاينه اسباب. مجرم كيرجع مجرم، كذاب كيرجع كذاب، والخوان كيرجع خوان، والشفا كيرجع شفا، كاينه اسباب. عندنا عينين، عندنا ودنين، وعندنا ضمير. المهم انا غادي شوفوا معايا هذا الفيديو هذه ديال واحد السيده اللي جات من اوروبا. هذه السيده اللي غتهضر دابا هذه مغربيه، هذه ساكنه في المغرب، هذه ساكنه في المغرب، وعاد نقزوا الاخرى اللي كتهضر في اوروبا. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. دابا يعني في هذه المسائل اللي كتجرى دابا، هذا الشيء اللي كيجرى، ما انا ما بغيتش تفهم ليا هادشي. ما كاين دابا حتى دابا حتى هذاك المعمر اللي دار هادشي ما تيواجهش، حتى الناس ما كيواجهش، ما كيكونش دابا هما الناس واقفين كيهضروا، ما كيجيش حتى هو يعطي القصه ديالو باش غنفهموا شنو وقع، باش نصلحوا المشكل، باش غنستافدوا. تعاونهم، غلطتي ولا ما رديتي الفلوس ولا خونتي ولا ما تغلبتي ولا، المهم تا جي عاون. الا كنتي عندك نيه صادقه بحال اللي قال واحد المسؤول، قال لك لا راه كيكونوا هما على الصدق غير ما تيكونوش يعرفوا الحرفه، واخا ما تكون عليها الصدق وما كتكونش عارف الحرفه، ملي كتولي تما ما كتعرفش داكشي القوه بشحال كيتقام، وكتولي الثمن تيبان لك الثمن ثاني خص هما يزيدوك الفلوس. الناس كتطلب منهم فلوس كيزيدوا، كتطلب منهم مزيانه كيزيدوا، بابا بابا هاد الشقه ديالهم بنين. هادو عباد الله راه كاين فيهم الشقات ما كاينينش، واللي هاد العام اللي هما واقفين عليه خاصهم ياخذوا السوارت، والشقات ما تبناوش، ما عندهمش، ما كاينينش. هاد خينا هذا ماشي ما كيعرفش، هاد خينا هذا تيقول لهم بان انا ما واخش الكريدي، انا بفلوسكم باش كنبني. تصاب مليار ولا مليار من عند البنك، مليار واخد 40 مليار، 40 مليار من عند البنك ماشي 2 مليار. كل بارتمان كاين بارتمان تباع 6 خطرات. هذا ما تقولش لي هذا ما كيعرفش ولا ما كيعرفش، هذا نصاب. هذاك وكان في الميريكان، هنا باش كتبين لك بان راه كاين شي حاجه، كاين شي خواض مع المسؤولين. هنا باش كتبان، هنا باش تحكم على المسؤولين، هنا باش تحكم على المسؤولين. هذاك وكان في الميريكان، شتي هادشي اللي وقع، شتي هاد الجورناليست ناس خرجوا في 24 ساعه، 24 ساعة يكون في الحبس، 24 ساعة يكون في الحبس، واخا يكون في ما كان، وكلشي توقف ليه، فلوس البنكة، كلشي يكون. المهم خليكم تشوفوا. تفاجؤوا بهذا الشيء كامل، الحين دابا كنتفاجؤوا أن مشروع فيه 800 ولا ما عرفت 900 أبارتمون، يعني اللي في المشروع كامل، واش أنا بغا سؤال، واش 900 أبارتمون غيبنيها 6 خدامة؟ حيت كل مرة كيلقى لك عذر، كل مرة، مرة ما كتلقاش خدامة تيقول لك العيد، مرة تيقول لك الشتا، مرة تيقول لك هادي، مرة كل مرة، مرة تيقول لك راه
جينا نحفروا الطراك دخلت تحفر لقات روشي حقه ديال البحر ما عارف شنو. كل مره باش كيدير هذاك السيد كيتهارب، فاش كتجي تشوف كتلقى ست خدامه ولا سبعه زياده على ديك الفينيسيون اللي تيقولوا اللي داير في كايت شارج ما لا علاقه لها وما كايناش نهائيا، ما كاينه حتى شي علاقه، ما كايناش حتى علاقه. انا يا جيد دزت من هنايا كنشوف لي بروجي اللي كاينين هنايا، بانت لي هاد اتلانتيك بيتش، دخلت كاين واحد كوميرسيال كان هنايا قال لي هادي هذا بروموتور معروف لو مارشي كلشي كيعرفو هذا معقول، دغيا توجد لك لابارتمون عندك عامين ونص تكوني ساكنه في لابارتمون ديالك. شريت في 2013، في 2013 كل شهر كندفع ليهم. المهم لابارتمون ديالي كملتها في 2016 كنت مكمله 100% وزاد قال لي زيد الميتراج، زدت الميتراج زايد، واخا الدار باقا ما مبنيه ما والو وزدت الميتراج اللي زايد. كل صيف ما كنعيط كنقول لها هذا الصيف غتسكني، كنقول لوليداتي انا عندي وليداتي تبارك الله دابا اربعه، كنقول لهم كل صيف غادي يديكم المغرب غدوزوا الكونتي ديالكم في المغرب. انا في السويد كل صيف كنقول لهم انا غادي نزلكم المغرب دوزو كونجي ديالكم، كنكذب عليهم. هاد لابارتمون دات ليا مشاكل عائليه في العائله ديالي مع الزوج ديالي، كذبوا عليا كنحسوا انا تنصب عليا بانني انا مخلصه، وكنعيط السيده اللي مكلفه كتقول لي كل عام هاد الصيف غتسكني، واتصلت بها مؤخرا قبل ما نجي وقالت لي ما تخافي والو كلشي غادي وداك كلشي غادي وداك. انا ملي كندخل بروجي كنلقى غير الماء تحت لي كاف، الجراد كاين، يعني كلشي خايب. انا كنطالب بسيدنا يدخلينا في هاد الشيء ديالنا، حنا جالي كنتعبوا فلوسنا كنخدموا عليهم كندخلوهم حالا طيبه بوريقاتنا بكلشي لينا، وكنجي هنا كنتكبسوا في بلادنا. هادشي خصو يدا لي حل، ما يبقاش بحال هكا السيبه في البلاد. هادي السيبه هادي وبلادنا فيها قانون، يعني ضروري سيدنا يتدخل ويشوف لينا حل. منهم انا 900 ديال البشر الناس اللي شارين هنايا، والمشروع الثاني كذلك، وحنايا هنا اكثر من 1000 واحد، وحنا كنتسناو كل عام كيقولنا هذا العام هذا العام غتسكنوا. يعني كنتمنى من جلاله الملك يتدخل ويشوف فين صفنا من هاد الناس هادو اللي تنصب علينا حنايا. حنا راه كاملين هنايا جينا كنطالبوا بالحق ديالنا، كنطالبوا حاجه وحده، يعطيونا اون دات امتى غادي نسلموا الديور ديالنا، وحنايا في اتلانتيك بيش المنصوريه. 2013 الحمد لله جيت هنا، وكانت هاد الحمد لله هادي واحد لوكازيون باش نشري واحد البيت، وسولنا بشحال قالوا لنا في هذاك الوقت 7500 درهم المتر كاري. ايوا دفعنا الحمد لله في 2013، انا عندي الشيكات باقيين عندي جوج شيكات، واحد في 2013 ديال 4 مليون ونص، وفي شهر 6 ديال